مشاهدينا، وللحديث أكثر عن واقع حرية الرأي والاستمرار بارتكاب انتهاكات ضد الصحفيين في العراق، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، معنا من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. مساء الخير. أهلا وسهلا حضرتك، مساء النور. حياكم الله. منظمة هيومن رايتس ووتش تقول أن السلطات في العراق تلجأ مؤخرا إلى توجيه اتهامات جنائية لكل من ينتقدها، يعني أي شخص اليوم ينتقد الحكومة، أداء أو مشروع معين، يعرض إلى يعني تهم جنائية. كيف تنظرون إلى مثل هذه التهم؟ نعم، في بداية تحياتي مرة ثانية لحضرتك ولمشاهدي قناة رافدين. الحقيقة السلطة في العراق أصبحت تستخدم القوانين التي سنتها مؤخرا، وخصوصا قانون المحتوى الهابط، قانون حرية النشر أو قانون الجرائم الإلكترونية اللي يدخل بحرية النشر. هذه القوانين أصبحت تستخدمها السلطات من أجل قمع وإسكات أصوات الصحفيين الذين يحاولون إجراء وظيفتهم أو القيام بوظيفتهم باعتبارهم السلطة الرابعة اللي موجودة في البلاد، ويحاولون قدر الإمكان كشف ما يجري من عمليات فساد كبيرة في دوائر الدولة، وحتى عمليات التفاف على القانون من قبل الكثير من المسؤولين. للأسف الصحفيين يتعرضون إلى أبشع أنواع القتل والاختطاف والتعذيب أحيانا، وحتى التهجير. الكثير منهم غادر العراق بسبب التهديدات التي طالتهم من أحزاب السلطة اللي موجودة حاليا في العراق بسبب عملهم وما يقومون به من تقارير يكتبوها بشأن الوضع في العراق وعمليات الفساد اللي موجودة والتي يتورط بها حيتان فساد كبيرة موجودة في العراق، قسم منهم متنفذ حتى داخل السلطة. وبالتالي هذا اللي تحاول الآن الحكومة أن تفعله هي محاولة إسكات أصوات الصحفيين المعارضين لها، على عكس ما تفعله مع الكثير من البلوغرات والفاشينستات الذين تسلموا مراكز الصحفيين الذين قتلوا أو الذين هاجروا العراق بسبب القمع وبسبب التهديدات، وجعلت منهم الآن يمارسون دور الإعلام بدون خبرة أو دراية أو دراسة، وبالتالي انحدر مستوى الإعلام إلى أدنى مستوى له منذ احتلال العراق منذ عام 2003 وحتى الآن. وكل هذا بسبب ما تقوم به السلطة من ملاحقة الصحفيين بتهم قضائية وتهديدهم أحيانا وحتى قتلهم. وهذا أيضا يفسر وجود عدد كبير من الصحفيين خارج العراق، وأيضا لا يزال قسم كبير من الصحفيين يريد الخروج إلى خارج البلاد، ولكن رغم ذلك تؤكد الحكومة أنها تهيئ بيئة مناسبة لاستقرار البلاد وتوفير يعني الرأي العام يعني ممكن أن يكون متاح للصحفي حسب ما تقول الحكومة. أستاذ بهاء، تسمعني؟ طيب، يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ بهاء، نحاول إصلاح هذا العطل بعد فاصل قصير. ما محددات الموقف الإيراني من العدوان الإسرائيلي على غزة؟ هل تنفذ طهران تهديداتها بالتدخل بعد بدء الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزة؟ أي أثر لوقوف إيران موقف المتفرج في غزة على استراتيجيتها في المنطقة؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان الحرب على غزة والموقف الإيراني. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في بانوراما رافدين، ولازلنا في ملف العراق وحول استهداف الصحفيين. أستاذ بهاء، كنت قد سألتك يعني هذا يفسر يعني ما تحدثت عنه من استهداف الصحفيين، الملاحقات القضائية، يفسر وجود عدد كبير من الصحفيين إلى خارج البلاد، والعدد الآخر يريد أن يخرج من هذا القيد الذي يلاحقه دائما في العراق، رغم ادعاء الحكومة أنها توفر بيئة مناسبة لاستقرار البلاد وأيضا حرية التعبير للصحفيين.
نعم بالتأكيد، لأن الحكومة تحاول قدر الإمكان إخفاء الحقيقة للعالم، رغم أن كل دول العالم تعلم ما يجري في العراق، المصنف كواحد من أخطر البلدان على الصحفيين. الآن أصبحت السلطة توجه تهم غريبة حقيقة للصحفيين، منها الانتماء للبعث، نظام البعث السابق، أو الانتماء لداعش، أو الانتماء لأي يعني شيء ممكن أن يعاديهم نعم أو يعتبروه عداوة بالنسبة لهم. وبالتالي هذه التهم أساسا هي أساسا لديها مواد قانونية موجودة في القانون بإمكانها استخدامها بملاحقتهم من دون أدلة، من دون أي إثباتات، فقط بأنه هذا الصحفي تعرض إلى أحد حيتان الفساد أو كشف بعض نعم من عمليات السرقة أو الفساد اللي موجودة في دوائر الدولة. بهذه الطريقة تحاول الحكومة تبرير يعني هجرة الصحفيين من العراق وعدم حمايتهم. بالعكس، الآن حسب التقارير اللي صدرت اليوم حتى من نقابة الصحفيين، أنه بعض الصحفيين قتلوا حتى على يد القوات الأمنية، يعني هذا نعم يتضمن البيان النقاب، وبعضهم قتل على يد قوات الاحتلال، بعضهم قتل بانفجارات نتيجة ممارسة عمله، وأيضا هم أغلب هؤلاء هم دون حقوق، نعم لأن هنالك جزئية بسيطة يعني قد لا يشعر بها البعض، لكن احنا كصحفيين بالخارج نعاني من هذه المسألة، أنه نقابة الصحفيين للأسف لا تعترف بالصحفي العامل في وكالة أو يعني مؤسسة محطة فضائية غير عراقية، وبالتالي لا يسمح له بالانضمام إلى النقابة، وبالتالي لا يوجد لديه أي حقوق، بالإضافة إلى أساساً أنه هو حقوقه مسلوبة، حتى المنتمين إلى النقابة هم حقوقهم مسلوبة بسبب عدم توفر الحماية. أيضاً قانون حق الحصول على المعلومة، هذا القانون تأخر كثيراً في مجلس النواب دون أن يكون هنالك يعني تحرك حقيقي نحو لحماية الصحفيين. نعم نعم كل القوانين التي تم إقرارها في البرلمان هي مجرد أوراق وضعت في أدراج المكاتب، لا يوجد تطبيق لها على أرض الواقع. الكثير من المراسلين يتعرضون في الشارع للضرب، صراحة أصبحت هنالك موجة حقد من خصوصا من بعض القوات الأمنية على الصحفيين خصوصا، وهذا أيضا لأنهم يفسر يعتبرون غياب المحاسبة، إلى أي مدى يكرس الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والناشطين في العراق كما ذكرت يعني. نعم الصحفي، شوف حتى الآن كثير من الصحفيين اللي كانوا حقيقة يعني رمز للعراق خارج العراق، يعملون في وكالات عالمية نعم أسماء رنانة الله يرحمهم، يعني أغلبهم كانوا يشار إليهم بالبنان، حتى الآن لم يتم الكشف عن قاتليهم للأسف، ولا يوجد محاسبة لهؤلاء القتلة، حتى وإن تم إلقاء القبض عليهم يتم تسويف القضية، وقد تكون قضية الشهيد هشام الهاشمي واحدة من هذه القضايا اللي تم نعم تسويفها نعم بعدة مرات، يعني حتى إلغاء حكم الإعدام من خلال التمييز وبعدها إعادة التحقيق، والأخبار الآن تقول بأن هنالك محاولة لإطلاق سراح حتى المتهم باعتبار أنه ظروف إلقاء القبض عليه لم تكن أصولية. وبالتالي بهذه الطريقة يتم التعامل مع المجرمين سواء الذين قتلوا الصحفيين أو حتى غير الصحفيين، لكن موضوع أنه متهم بقتل صحفي هذا أساسا لا يحاسب، لأنه قد يكون هذا القاتل قدم خدمة للحكومة، لأن الحكومة تحاول قدر الإمكان نعم نفهم هذه الخلاص النقطة، من إذا كانت الصحفيين. القوات الأمنية استهدفتها، إذا كانت الميليشيات أو حتى قوات الاحتلال، ولكن ماذا عن القضاء؟ كيف يتعامل مع قضايا التي ترفعها الأحزاب ضد الصحفيين، ولا سيما بسبب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أعلى سلطة في العراق القضاء، كيف من المفترض أن يتعامل مع قضايا ضد الصحفيين؟ القضاء بطبيعته هو سلطة يعني لديها أوراق، تعترف بالأوراق والأدلة، لا تعترف بالتسويف والتحوير. بالتالي هاي القوانين الآن اللي تم تفعيلها، قانون المحتوى الهابط مثلا، واحد من القوانين التي استخدمت ضد الصحفيين، وحتى أصبح هنالك تهديد علني على شاشات التلفزيون، خرج متحدث باسم وزارة الداخلية يهدد من ينشر معلومات يتكلم عن فساد الوزارة الفلانية أو الدائرة الفلانية، والتهديد صار علني، لأنه حتى وإن لم تدان بتهمة يعني المحتوى الهابط، فأنت ممكن أن تتعرض لشتى أنواع التعذيب داخل يعني المعتقلات أو مراكز الاحتجاز، ومن ثم نعم ستعترف على جرائم أنت لم ترتكبها أساسا. مجرد إلقاء القبض على صحفي بسبب ممارسة مهنته
هي ممكن يعني توصل الناس بالحقيقه، او تكون حلقه ربط ما بين الحقيقه وما بين الناس الذين لا يعلمون ما يجري خلف الكواليس. مجرد هذه هي تعتبر بالنسبه للدوله هي تهم في العراق. يعني انت لما تنتقد حزب معين او مسؤول معين او دائره معينه، نعم، انت اصبحت في دائره الخطر لانه اصبحت تفشي اسرار هذه الجهه. نعم استاذ، عفوا في دقيقه واحده اذا سمحت، يعني ما خطوره المال السياسي لدى الاحزاب في التاثير على مهنه الصحافه والاعلام في العراق؟ نعم، المال السياسي، شوف ما ذكرت لك قبل قليل انه كثير من الغير مؤهلين اساسا لمهنه الاعلام والصحافه، نعم، اصبحوا الان يعملون في فضائيات كبيره في العراق بسبب المال السياسي، لانه الجميع يعلم بانه اغلب القنوات السياسيه او القنوات الفضائيه اللي موجوده تمتلكها احزاب متنفذه في السلطه، نعم، وهي البوق الرسمي لهذه القنوات ولهذه الاحزاب، وبالتالي هؤلاء هم الان تسلموا الاعلام في العراق والحداره الى مستوى اللي احنا الان نشوفه، بينما الصحفيين الكفؤين والعاملين للاسف منهم من قتل ومنهم من غادر العراق. بهذه الطريقه وصل حال الاعلام انه الان الصحفي اصبح يخاف في العراق من ان يعترف لاحد بانه صحفي، عندما يدخل نقطه تفتيش لا يخرج هويه الصحافه، هو يخرج لهم البطاقه الشخصيه، لانه مجرد كونه صحفي فنظره رجل الامن تجاهها هذه ممكن ان تسبب مشاكل. اصبح موضوع استهداف. نعم، نشكركم الشكر الجزيل. من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الاستاذ بهاء خليل، شكرا جزيلا على هذه المداخله.